نستمتع بانطلاقة الشوط الأول الرئيسي، ينطلق على بركة الله شوط القعدان. المتأهلات اندفعت من جديد هذه القعدان. إذا مشاهدينا الكرام، نطلب من الإخوة إتاحة المجال لسيارة الإذاعة، بل هي أيضا هذا المسار خاص بسيارة الإذاعة، فنطلب منهم إتاحة المجال لنا، وذلك لنرصد لكم أسماء المشاركين في هذا الشوط. المركز الأول مشاهدينا الكرام، أتابع على المركز الأول وعلى الصدارة لحظات لنقترب من صاحب المركز الأول، وهو منصور للسيد فيصل بن شفيع. المري يتصدر بن شفيع مع منصور. المركز الثاني عرقان للسيد هادي بن سالم بن لفجح، يأتينا بعرقان في هذا الشوط. وعلى فكرة الأسماء هذه جميعها متأهلة. المركز الثالث شعار بن محميد مع هجام علي بن محمد آل محميد، وشعار بن شابل يصل أيضا مع الكايد علي بن راشد بن شابل المري، وخامسا شعار حمد بن جار الله البريدي واسمه شاهين. المركز الخامس أيضا يتسلل شعار فاران بن عتيق بن قريع مع حوران، يصل حوران وينتقل بدوره من خامس المراكز إلى رابعها، ولكن عودتنا إلى المركز الأول، إلى عرقان وإلى منصور، إلى أيضا أصحاب المراكز الأولى. ولو لاحظتم الأرقام سوف تجدونها 2 و1 و3 بن شابل وبن لفجح وأيضا ابن شفيع على المركز الأول يتصدر هذا الشوط، وواثق هذا المالك من قعوده بالفعل هو منصور، وقد أذعت عليه من قبل وهو ينتزع هذا المركز. لكن شوف 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 فران، وصل فران وله عوايد على التسلل خصوصا في الأمتار الأخيرة، لكن ما أيضا ما غض النظر عن قوة منصور وعن انطلاقته في هذه الأشواط ينتزع هذا الشوط بدون أي أوامر ولا تعليمات. تهانينا لفيصل بن شفيع المري على فوز منصور بالمركز الأول. المركز الثاني حوران للسيد فران بن عتيق بن قريع المري، وثالث المراكز كان هجام للسيد علي بن محمد المحمي. تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام الأشواط، التوقيت الزمني لهذا الشوط 12 دقيقة 12 ثانية 88 جزء. تهانينا لجميع الفائزين باللحظات، وننطلق وإياكم مع الأشواط الرئيسية. أيها الحفل الكريم والحضور المتواجد في هذا اليوم لحظات وتب